بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأشكر الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا من المتبرئين من كل من عادى وناصب وشانأ وشنئ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في مناسبة الغدير بعدان، بعد يمثل الفرحة، يمثل الابتهاج، كيف لا وقد هتف نادي السماء: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في غمرة بهجتنا وفرحتنا لا بد من أن نفتح الصفحة الثانية ونتذكرها جيداً، لأن كل الآلام التي صبت على هذه الأمة وكل المظالم التي فتحت من أبواب جهنم على هذه الأمة إنما جاءت من الموقف من الغدير، حينما تخلت الأمة عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لها إلا أن يحيق بها ما أنذرها الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. كيف أن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الآية محاطة ما بين آيتين؟ الآية الأولى كانت تقدم البشرى إلى الناس، كانت تقول لهم بأنكم لو استمعتم إلى داعي الله ستأكلون من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم، ولكنكم لو توليتم إذن لن تحصلوا إلا على أن لا يكون لكم أي قيمة، ليس عند الله فحسب بل حتى في الأمم كافة. ولذلك من يراقب الآية الكريمة الثانية المرتبطة بالغدير يجد أن الله سبحانه وتعالى حينما أعلن عن مشروع الغدير ابتدأ باليوم يئس الذين كفروا من دينكم، وحري بهذه الأمة أن تتساءل متى يئس الذين كفروا من ديننا؟ أوليس أن الذين كفروا في هذا اليوم يتلاعبون بكل أمتنا وبكل مخدراتنا وبكل أفكارنا وبكل عواطفنا ويريدون منا أن
إذن من المذنب في هذه القضية؟ هل أن الله سبحانه وتعالى تحدث عبثاً وقال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أم أن الأمة حينما تخلت عن البشارة الإلهية وعن الفرج الإلهي عند ذلك لن تحظى إلا بهذا المصير الذي نجد فيه واقع المسلمين؟ بعضهم يكفر بعضا، بعضهم يقاتل بعضا، بعضهم يلعن بعضا، متفرقين، مذلولين، مقهورين، ويتفنن أعداء هذا الدين بأن يشبعونهم ذلا وقهرا. بعد أن قال لنا ورضيت لكم الإسلام دينا، من الواجب أن نتساءل أين التسليم لله؟ عرض على هذه الأمة أن تسلم لله، والله قال لهم أرضى عنكم لو سلمتم الأمر لرسول الله، ولكن حينما لم يسلموا الأمر لرسول الله ما الذي حصل وما الذي جرى؟ من يستقرئ التاريخ، من يقف على أبواب فاطمة ويجد دماء فاطمة، من يقف على باب علي ويقف وينظر إلى هامة علي المطبورة بعد أن قاتل نفاقاً ونكثاً وغدراً وعدلاً عن الدين، من ينظر إلى كبد الإمام الحسن المفرى، من ينظر إلى نحر الحسين عليه السلام، عند ذلك أين يضع ورضيت لكم الإسلام دينا؟ كيف يمكن لنا بعد كل هذه المآسي والتي أجريت على أهل البيت، مع أن خطاب الرسول لهم في حجة الوداع في يوم عرفة قال لهم أيها الناس من أولى بالمؤمنين من أنفسهم، عفوا، قال لهم إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. ما الذي جرى من بعد ذلك؟ هل قبلوا بالثقلين؟ هل قبلوا بالعترة المطهرة بعد ادعائهم بأنهم قبلوا بالقرآن؟ أم أن هذه العترة المطهرة التي قتلت وأشبعت ظلماً وجوراً ناهيك عمن اتبعوهم يحدث بهم التاريخ بأن هذه الأمة لم تتمسك بما أراده الرسول الأعظم؟ ولذلك قوله بلغ ما أنزل إليك من ربك، مع أنه ينطوي على لغة لم تؤلف في القرآن من التحذير والتشدد، لا توجد أي آية في القرآن كانت متشددة بهذه الطريقة، ونبه القرآن ثمة أناس يريدون أن يغدروا بمشروع فرج الله، بمشروع الرسول الأعظم. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأنا هنا أوجه دعوتي إلى المسلمين أخوتي الأحبة، إذا كان القرآن يتحدث هنا عن نقيصة، أين تجدون الإكمال؟ في أي آية يتحدث القرآن عن نقيصة في رسالة رسول الله ثم يشفعها بآية هي الوحيدة
التي تتحدث عن إكمال الدين، لكن ما بين هذه وتلك، ما خبر الناس الذين قيل بأن الله سيعصم هذا الدين منه؟ هل تحركوا؟ هل غدروا؟ هل انبروا لرسول الله؟ مع أن القرآن الكريم سبق له أن قال لهم وقال لرسوله: فلا وربك لا يؤمنون. وهذا واحد من أعظم الأقسام الإلهية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين هو التسليم يا هذه الأمة؟ لما اختلفتم إذن؟ لما أصبحت إسرائيل قائدة لكم؟ بل وما يثير الاشمئزاز أن هناك من يبشر هذه الأمة بأن النبي قال لهم ستتحدون مع اليهود والنصارى، يكذبون على رسول الله من أجل أن يمرروا سيادة الصهاينة وسيادة الاستكبار العالمي على أفكار هذه الأمة وعلى مقدرات هذه الأمة. عن أي دين يتحدث القرآن عن إكمال وهؤلاء يتحدثون بهذه الطريقة؟ لذلك دعوني أتوقف عند الجانب الثاني من الغدير لأسائل نفسي وأسائلكم أخوتي الأعزاء. حينما قيل لرسول الله: بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما هي مسؤوليتنا عن حفظ البلاغ الرسالي؟ حينما قال: والله يعصمك من الناس، ما هو دورنا في إحاطة الرسالة من الناس الذين يريدون أن يغدروا برسالة رسول الله؟ حينما قال: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، ما هي مسؤوليتنا للوقوف أمام الكفر؟ الكفر لا يستسلم لمجرد أن تشهر في مقابله آية، الكفر لن يستسلم إلا بمنطق واحد: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هذا منطق القرآن. أما لو نظرنا إلى الآية القرآنية الثانية: اليوم يئس الذين كفروا، ما هو دورنا لإلحاق اليأس بقلوب الذين كفروا؟ أشكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الموجة المعنوية الهائلة التي تمر على أمتنا، هذا الصحو العظيم الذي ينتشر عبقه خلال هذه الأيام باسم الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الغدير الذي شهدناه ليس في العراق فحسب، وإنما في كل مناطق الولاء لأهل البيت، هذا المد المعنوي الهائل والإحياء الذي لم يسبق له نظير في تاريخنا، هذا هو رد عظيم يأتي من عمق إحساسنا بالمسؤولية. لا تنظروا إلى سلام يا مهدي مجرد إنشودة، إنشودة في بعدها الفني كانت من النوع العظيم، لكن هذه الإنشودة استطاعت أن تخرج عقائد الأمة من قلوبها ومن عقولها وتحرك بها حالة استطاعت وبفخر كبير أن تهزم كل الحرب النفسية التي سلطت على هذه الأمة. سنوات يعملون من أجل أن تيأس هذه الأمة، من أجل أن تضيع دينها، من أجل أن تضيع مهديها، من أجل أن تفترق عن علي، ومن أجل أن
تقدر بالحسين. عملوا ما عملوا، صرفوا مئات الملايين من الدولارات، خصصوا مئات القنوات الفضائية، آلاف المنصات الإلكترونية، أبواق لا تعد ولا تحصى من ألسنة السوء وألسنة الفتن والتضليل والتجهيل والإزراء. ولكن جاء أطفالنا وجاء صبياننا وجاء شباننا ليلقنوا هؤلاء المجرمين الفتانين، ليلقنوهم درسا لن ينسوه أبدا. لذلك لا أستغرب لو أن القنوات الإسرائيلية أخذت تشنع على هذا المد وتقول بأن هذا المد فيه أبعاد لتخريب هذه الأمة. إسرائيل تتحدث عن تخريب هذه الأمة، وكفاكم أن تقرأوا المكتوب إلى آخر. لا أستغرب لو أن القنوات الأمريكية وقنوات السوء من منافقي العرب وغيرهم ومن منافقي الداخل وفتانيهم أن يجعلوا من المد المهدوي الذي يكاد أن يغمر كل هذه الأمة، لا أستغرب منهم أن يذرفوا دموعا تخاجل منها كل تماسيح الدنيا، لأنهم وجدوا شياطينا لم تصل أكاذيب التماسيح في دموعهم إليه. لكن ما شاء الله، حقيقة الشكر لكل الجهود، لكل العوائل، لكل صبياننا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا وكبارنا على هذه البيعة المتواصلة. وأنا أدعوكم إلى أن تجعلوا، بعد أن جعلنا الغدير يذكر بأنه لا صاحب له إلا الإمام المنتظر، لا يوجد من يحيي الغدير إلا الإمام المنتظر، وواجبنا أن نعين على ذلك. لكن حيث أننا نقبل على موسم العزاء، علينا أن كما حولنا فرحتنا إلى بيعة إلى الإمام المنتظر، علينا أن نحول موسم الأحزان مرة أخرى إلى الثأر للحسين عبر البيعة لإمامنا المنتظر. أشكركم كثيراً، أشكر الأخوة الأعزة في هيئة شباب المنتظر على هذه المبادرة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بمرضاة إمام زماننا. كل غدير وأنتم بخير، كل غدير وأنتم إلى إمام زماننا أقرب، وبتعهداتنا وبولايتنا أبر وأوفى. والحمد لله أولاً وآخراً، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبداً.